منيرة روحي اعملي أي حاجة بتعمليها في المطبخ وما تشغليش نفسك بيها. مع السلامة يا حبيبتي، مع السلامة. طب وليه لا يا حنان؟ خالد فعلا ممكن يقف جنبنا في مشكلة زي دي. اللي اسمه خالد ده ممكن يدفع بس هياخد تمن اللي هيدفعه شماتة فيا. أنت نسيت؟ نسيت لما عرضت عليه المشروع وقعد يتريق عليا وقال لي أراهنك إن ده مشروع خسران؟ والراجل كسب الرهان. سيان طلبت مساعدته ولا ما طلبتيش؟ ولا انت كنت فاكره انه مش هيعرف يعني؟ ما حدش له دعوه بيا، ما حدش له دعوه بيا. انا مش هقف مسؤول قدامه. انا اسفه، اسفه يا عمي، والله ما اقصدش. حقك عليا. تبقيتيش طايقه نفسك يا حنان ولا طايقه حد. امبارح الناس بتحاول تفكر معاكي وتساعدك وانت عماله تتريقي على ده وتجدي على دماغه. انا كبيره ومسؤوله عن تصرفاتي، غلطت وهدفع تمن غلطتي. مش عايزه بقى حد يفكر لي ولا حتى يدفع لي. عن اذنكم. هي مراتك بطلت تاخد مهدئات؟ فترة. من نفسها ولا الدكتورة اللي قالها؟ لا من نفسها. هي مش عايزة تروح لدكاترة تاني. لا بقى، ما هي لازم تعرف انها مش أول ولا آخر أم ابنها يموت يعني. أنت نفسك قبل منك متلنا اتنين. وإحسان الله رحمها صبرت واستحملت لحد ما جابتك وماتت. الناس مش زي بعضها. ما المصيبة دي برضو مصيبتك أنت كمان. والحمد لله ربنا قدرك وعديت منها وبقيت عادي. ومين قال إن أنا عادي يا بابا؟ أنا بحاول أبين إن أنا عادي وماسك نفسي عشان خاطرها بس. إن الكلب عنده استعداد يخسر ملايين الدنيا بس عشان يضايقني. وعشان إيه كمان؟ عشان يفضل طول عمر اسم الصواف أكبر من اسم مخلوف. لو قعد يخسر سنين يا حاج مش هيعرف. أيوه، ليست أخوات كلمتين ليسني. الوضع بيقول إيه؟ إن الصواف في المنطقة دي عنده أكبر محل. طيب، لو أنا حتى اشتريت جنبه محل، هيبقى إيه؟ دكانة. يا حاج ما إحنا في منطقة تانية كتير، واخدين أكبر مساحة. سعيد الحق يا خليل، الصواف في المنطقة دي قعدنا على الخازوق. قعدنا على ايه؟ على الخازوق يا حاج. ايوه، المرحلة التانية وهيبدأوا فيها قريب، والمزاد وهيتفتح كمان كام شهر. المهم بس يا حاج ان سيولتنا تبقى حاضرة. غور من قدامي يا خليل. طب مش هنقفل على حسابات؟ غور يا خليل من قدامي، لا هنقفل ولا هنفتح على الصبح. وخلي العيال دي يشيل الكراتين دي. لا 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 لا، ده انت هتبيض بقى. بيض بقى براحتك يا فتاح عليم يا رزاق كريم. يا رب يا رب تكوني النهارده احسن يا دكتور. احسن من ناحيه ايه؟ لا، ما هو سعيد قال لي على الموضوع بتاع الحكم وكده. مش ده خاص بالسنتر النحس برضه؟ سعيد قال لك ايه؟ سعيد استهدي بالله يا دكتوره،
الراجل ما ذنبوش حاجة، أنا اللي زنيت عليه لحد ما عرفت. وما تقلقيش الخبر ما اتنشرش. لا ما تقلقش أنت، أنا كويسة قوي، ويا ريت ما تكلمش معايا في الموضوع ده تاني. طب واللي يبقى عنده الحل؟ يوه وبعدين بقى؟ اسمعي مني بس يا دكتورة، أنت إيه تعريفك بالظبط عن الرشوة؟ نهار أسود ومنيل، أنت جننت؟ أنت إزاي تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ أنا أكيد مش هدفع لك رشوة يعني. بصي بقى، اللي أنا أعرفه إن الرشوة حد بيديها لحد مقابل إنه يخلص له خدمة، والناس دي غير كده خالص. الناس دي ليها شغل وعايزة شغلها يمشي بسرعة، وبدل ما يتأخر ويتسبب في خسائر كبيرة، ولو هم يعرفوا سكة يدفعوا فيها الفلوس اللي عايزين يدوها لك دهيا كانوا دفعوها. بس أنت عارفة الروتين عامل إزاي، وده بقى له علاقة بالتقارير المفروض أكتبها عن شركة ماركو. اللهم صل على النبي عليك يا دكتورة. الشركة دي بقى ما عندهاش استعداد إنها تستنى لما يتم معاينات وفحوصات مختبر والحاجات اللي انت عارفاها دي اللي بتاخد وقت طويل، يعني فلوس وهتقع على الأرض. إيه رأيك بقى؟ خدي انت الفلوس دي أحسن وخلصي لهم التقرير بسرعة. ودي بقى ما اسمهاش رشوة يا دكتورة. احنا ياما تعاملنا مع الشركة دي وعارفين منتجاتها كويس، وبعدين انت ياما فحصتيها وعدتيها، مش هيجوا في الآخر بقى ويعقوا؟ وافرض بقى المرة دي المنتج ده فيه مشكلة وهم عايزين يعدوه؟ لا دي سمعة بقى، ومفيش شركة محترمة تخاطر بسمعتها. على العموم خدي وقتك في التفكير وعقليها في دماغك وفكري كويس. بس وانتي بتفكري بقى اعملي حساب الوقت، وخدي بالك ان ربنا بيقطع من هنا عشان يوصل من هنا. سبحان الله، مشكلتك كانت امبارح الصبح وهم اتصلوا بيا امبارح بالليل، وربنا يريد بقى ان الطلب بتاعهم يمشي من عندك انت. عامله ايه البنت جاهد معاك؟ هي مش معايا يا بابا، مع نوسه واقفه تتعلم. بقولك يا ضي، انا عايزك تاخد بالك قوي من جهاد. البنت دي مش واخده على شغل المحلات والشوارع، يعني عايزك كده يا ماما تخلص الشغل في المحل وتقفله توصلها، وياريت توصلها لغايه البيت. ده هي مخطط بالكتير يعني، اصل بصراحه البنت دي تهمني، ابوها عزيز عليا وغالي، اصله صاحبي قوي. ده بقى اللي انا طلعت بقى شاكك فيه طلع مظبوط. اللي هو ايه ان شاء الله؟ انت مش جايب بنت تشتغل في المحل، جايب عروسه. بنت حلال متعلمه وعايزة تلحق تتجوز عشان تخلف، ما عندهاش مانع انها تبقى التانية، وابوها صاحبي قوي يعني انا عارفهم كويس. وانت شايف بقى بابا ان ده وقت مناسب نتكلم فيه في حاجة زي دي وهي حنان في الظروف دي؟ ما نعمل ايه يعني؟ نستنى سنة ولا سنتين ولا 10 سنين؟ ضيع انت دلوقتي بال40، ايه نستنى لغاية ما تبقى في ال50 وبعدين نبتدي نفكر؟ لا يا ابني، انت من حقك تبقى اب، وانا كمان من حقي ابقى جد. وبعدين حنان مراتك، تعرف ان انا بحبها، وياما حاولت معاها واتكلمت لكن مفيش فايده، هي مش عايزه تخلف. طب انت ذنبك ايه؟ ها ذنبك ايه؟ مش ذنب ابو، ده نصيب. ودي حنان اللي وقفت معايا لما فصلوني من الجامعه ظلم. واحده في الظروف اللي هي فيها دي كانت ممكن تقول انا دكتوره وجوزت الدكتور زي في الجامعة، مش مزين في محل أبوه، بس هي ما عملتش كده. بص يا بابا، اللي بيني وبين حنان مش مجرد جواز وخلفة، لا، اللي بيني وبين حنان كتير قوي. بص يا حاج، أنا بحب حنان ومش هتجوز واحدة غيرها.